وهي جرائم أخرى تضاف إلى الجرائم الوحشية التي ترتكبها بالأساس القوات الإسرائيلية، والتي ازدادت حدة ودراوة ووتيرة منذ 7 أكتوبر الماضي من قبل قوات الاحتلال في حربه الضروس في قطاع غزة. وسؤال يطرح نفسه بقوة: ما الذي تنتوي إسرائيل، وما الذي يفسر إصرار نتنياهو على إفشال أي مساعي لتحقيق أي شكل من أشكال التفاوض أو الهدنات النسبية ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستمرار الانتهاكات واستمرار العدوان على الأرض الذي يدخل شهره العاشر. ينضم إلينا مباشرة من رام الله الأستاذ أشرف عكا، الكاتب والمحلل السياسي. تحية لك سيد أشرف. أهلا وسهلا، تحية. أهلا بك. يعني هذا التصعيد من جانب إسرائيل وعلى أكثر من جبهة، بما تفسرون مغزى التوقيت في ذلك؟ وهل يستقيم أي حديث عن أفق تفاوضي أو عن هدنات مزمعة في ظل هذا الصلف الإسرائيلي والتعنت من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطالة أمد بقائه في السلطة قدر الإمكان من جانبه؟ دعينا أقول، هناك إجماع في إسرائيل بأن من يعطل ويفشل ويصعد هو نتنياهو من أجل مصالحه الشخصية، والكل يتهم نتنياهو أنه يحاول إطالة أمد هذه الحرب من أجل تحقيق برنامج ومشروع اليمين وإعطاء فرصة لسموتريتش وبن غفير لكي يتم تحقيق ما بعد أهداف الحرب المعلنة، وهو إعادة الاستيطان واحتلال قطاع غزة. هذا ما يجب أن نفهمه يعني في السياق العام لهذا التصور ولهذا السلوك الذي يقوم به نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. ويبدو أن القضايا الكبرى العالقة في داخل إسرائيل المرتبطة بأولويات هذه الحرب، بدءا من يعني هناك إجماع بضرورة إنجاز الصفقة، 78% من المجتمع الإسرائيلي تعطي أولوية وتعتبر يعني أن عودة المخطوفين هي أكثر يعني قيمة وأخلاقية، وهي صفة الانتصار التي يمكن أن يتحقق في هذا الاتجاه. أضف إلى طريقة التعامل مع الحرب في لبنان وعودة لنازحيهم أو مستوطنيهم من الشمال والجنوب وقانون التجنيد وغيرها، خاصة أن الجيش يحتاج إلى 10,000 جندي كما يقولون، وبالتالي كيف يعطي أولوية وحماية للحربيين وغيرهم من أجل مصالح هؤلاء الشخصية وإبقاء يعني هذه الحرب مستمرة، يعني بقائهم مستمرين بتحقيق تلك يعني الأطروحات والرؤى الغريبة العجيبة التي تلقى يعني بانتقادات كبرى في داخل المجتمع الإسرائيلي من الجنرالات، من المحللين، من المراقبين، من المعارضة، من المجتمع على ذكر الإسرائيلي. المراقبين، هناك محللون ومتابعون للمشهد الفلسطيني عن كثب يعني يوصفون ما تقوم به إسرائيل مؤخرا بالتهويد الصامت، إلى أي مدى تتفقون مع ذلك؟ شوفي يا سيدتي، نحن في مرحلة خطيرة جدا، هناك شراهة حقيقية وجدية لتدمير الكيانية الفلسطينية الموجودة في الضفة، تدمير قطاع غزة، جعله غير قابل للحياة، تصفية القضية الفلسطينية، تحقيق أهدافهم التوراتية في المسجد الأقصى وغير ذلك من قضايا. هي حرب شاملة شعواء على الشعب الفلسطيني، على القضية الفلسطينية، ليس على حركة حماس أو على المقاومين في قطاع غزة، ولا تقتصر على قطاع غزة، وإنما تمتد إلى المنطقة. هذا العدو، هذا الغرب المهزوم يريد أن يجد مقاربة للهزيمة وأن نقبل في المنطقة، يريد أن يسوق شكل الهزيمة التي يعني أو يتقاسم الهزيمة عفوا يتقاسم الهزيمة مع المنطقة ومع العالم، يعني العالم لازم يقبل بهزيمته بشكل أو بآخر. وبالتالي نلاحظ كيف يعطل الصفقة، كيف يرجع يعني ويضع شروط إضافية لم تكن مطروحة، وهذا جعله في حالة من الخلاف مع الشباك ومع الموساد وغيرهم من الوفد المفاوض. إذن دليل على أن نتنياهو يعني بمنطق سلوكه وبقناعاته لا يمكن له أن يذهب إلى هذه الصفقة أو إلى هذه الهدنة أو إلى هذه الوقفة، لأن يعني ذلك انتباه ما
للتفاعلات الداخلية في إسرائيل ستطيح به وباليمين، ولن يكون لهذا اليمين وجود في هذا في المسرح السياق السياسي بما الإسرائيلي. تفسرون إصراره على يعني هذه الممارسات وهذه التوجهات؟ نحن الآن نتحدث عن مرحلة ثالثة جديدة في العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الاستهداف والاغتيالات لقيادات في حماس وما إلى ذلك، التصعيد على أكثر من جبهة، قطاع غزة والجبهة اللبنانية والجبهة السورية، وهو يعلم تماما بأن فرصه تكاد تكون معدومة للبقاء في الحكم، ويعني ينال الأمرين من الانتقادات الداخلية العنيفة داخل إسرائيل تجاه سياساته. تفضل. شوف، هي سياسة انتحارية، وهذا يعني ما يقرأ كل قادة الجيش والجنرالات والمعارضة الإسرائيلية وحتى حلفاء إسرائيل. هذه السياسة الانتحارية التدميرية، تصعيد كل المنطقة، جر العالم إلى حرب عالمية ثالثة. يا سيدتي، هذا ما يجب أن نقرأ. الموضوع ليس فقط امتداد الحرب واتساعها باتجاه لبنان. لبنان محور ويمتد وله حلفاء إقليميين. الإقليم لا يقبل هذا السلوك الإسرائيلي، ولاحظنا تجديد مصر الدائم على منع اتساع هذه الحرب وحماية أمن واستقرار المنطقة يتطلب يعني. ولكن هذا يعني السبب الرئيسي، هؤلاء مجانين لا ينطبق عليهم أي منطق في التحليل العلمي السياسي، يعني لآلية اتخاذ القرار ومنطقية الحسابات وطبيعة العوامل وتفاعلها مع بعضها البعض والمؤشرات والمعطيات والضغوط. هؤلاء مجانين لا يفهموا إلا لغة الدم والوحشية والقتل والإجرام والمجازر، وينطلقوا من تلك يعني الأطروحات يعني التوراتية التي فيها ما فيها يعني من علو ومن كبر ومن سيطرة ومن أحادية ومن فردية تعطيهم أولوية في قيادة وزعامة هذا العالم. تصفون ذلك بالجنون، وكثيرون يصفونه بالانفلات والانفلات المبرر نظرا للصمت الدولي المطبق والضوء الأخضر الذي توفره دوما الإدارة الأمريكية لإسرائيل. يعني هل يزداد الأمر وطأة وخطورة في الفترة المقبلة ونحن إزاء يعني انتخابات رئاسية أمريكية تبدو في الأفق القريب، أم على العكس؟ يا سيدتي، هو يؤجل قاعد في يعني في 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 الصفقة لكي يصل إلى الولايات المتحدة ويحمل إدارة بايدن مسؤولية ويلومها على تعطيلها قدرة إسرائيل وإمكانية إسرائيل في تحقيق ذلك النصر المطلق. يعني هذا يروج. هذه الإدارة لديها أدوات وتستطيع أن تضغط ويمكنها أن تضغط، وأعتقد الآن الموضوع يجب أن لا يكون في إطار فهم بايدن وحملته وحزبه للمصالح الانتخابية أو لحسابات انتخابية. ما يدفع ما يذهب به نتنياهو وإهانة الولايات المتحدة وتقويض يعني النظام العالمي القائم الآن بمعطياته وبتوازناته وباصطفافاته، هو يجر الولايات المتحدة ذاتها إلى حرب في المنطقة. هذا يجب أن يقرأ. ولكن بنفس الوقت علينا أن نفهم السياسة الأمريكية الآن في ظل التقارب التركي السوري أو في حديث عن مصالحات سورية تركية وانسحاب تركيا من الشمال السوري وغيرها من تصدير مشاكل في المنطقة بدت بين الدول الفاعلة في الإقليم، هذا يزعج الولايات المتحدة، لأنه لا يمكن الولايات المتحدة أن تقبل بعودة المنطقة إلى ما قبل السابع من أكتوبر. السابع من أكتوبر أحدث يعني متغيرات بالفهم والسلوك والعلاقات والاصطفافات وتحديد الخصم الأساسي والعدو المركزي. هذا كله عمليا يزعج الولايات المتحدة، دخلت الصين وروسيا على مسرح الأحداث، جعلت الإكسندر دوغين يا سيدتي هذا مستشار بوتين أو عقل بوتين يعني أن يقول على روسيا أن تمد يعني محور المقاومة والفصائل الفلسطينية يعني بسلاح استراتيجي، لأن المنطقة تحارب بالنيابة عنا من أجل يعني إقامة نظام متعدد الأقطاب وخلق حالة من التوازن والعدالة في النظام العالمي. هذا كله إذن في قراءة للمشهدية يعني ابتعدت عن غزة، وبالتالي إما أن تندفع الولايات المتحدة والوسطاء والمنطقة بلجم نتنياهو وإجباره على التوقيع على هذه الصفقة، لأن توقيع هذه الصفقة يعني لا توسع لهذه الحرب، يعني البحث في مسارات مستقبلية سياسية، إعطاء فرصة للتنمية والازدهار، جعل الحوار أساس حل الخلافات في المنطقة، وبالتالي حق الفلسطينيين في إطار ذلك الإجماع الدولي. لكن نتنياهو متشبث بموقفه على الرغم من المواقف الإيجابية النسبية من قبل حماس
والتي يعترف بها الآن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، ما السيناريوهات المتوقعة في هذا الإطار يعني في الأيام القريبة القادمة؟ هل يحدث حلحلة أم على العكس تصعيد، ويعني قد يستثمر أيضا لتأجيج الوضع على الجبهة اللبنانية كذلك، لأن إشارة واجبة إليها، لأن بالتأكيد في مغزى لتزامن في التصعيد الإسرائيلي على هاتين الجبهتين. يعني حسب الإشارات التي وصلت قبل ساعات، يعني حسب ما وردت في وسائل الإعلام من حماس ومن حزب الله ورسالة للقطريين، أن إسرائيل يبدو أنها تماطل وتتحضر لتوسيع عدوانها. هذا إنذار واضح للمنطقة وللعالم. دعيني أقول هناك ثلاث عوامل رئيسية تحدد مسارات واتجاهات الأحداث. العامل الأول طبيعة التفاعلات الداخلية في إسرائيل من المعارضة والشارع والمؤسسة الأمنية العسكرية في خلافها مع نتنياهو. من سيحسم يعني اتجاه المواقف واتجاه الأولويات وتحديد الأهداف باتجاه الصفقة أم غير ذلك؟ هذه مسألة لها علاقة بالعامل الداخلي، صمود المقاومة الفلسطينية، والجهد الأساسي الآخر جهد الوسطاء والإقليم بإقناع الولايات المتحدة والضغط عليها وتهديدها. إن لم تلجم نتنياهو يجب أن تأخذ مسارات أخرى مختلفة. ولكن دعينا أقول الوضع خطير جدا. ما فعلوه في انصراط بادعاء ويعني بحجة اغتيال الضيف هي مجزرة، وقد يرتكبوا مجزرة في لبنان، وبالتالي أي حدث ثانوي، أي فعل من يعني وممارسة وسلوك دموي همجي كما حدث ويحدث الآن في قطاع غزة باتجاه لبنان أو باتجاه سوريا، لاحظنا أنه في هناك تكثيف للهجمات وتوسيع يعني في نطاق المواجهة في هذا الاتجاه. إذا نحن أمام معادلة صفرية. أي حدث ثاني، هل تفعيل القانون الدولي الإنساني أستاذ أشرف حلم بعيد المنال بهذا القدر، يعني بالنظر لما تقوم بإسرائيل بشكل ممنهج من استهداف مخيمات النازحين، من جعل المستشفيات يعني التي يعني أصبحت يعني فعاليتها في العمل تقارب الصفر لأنها توضع على خط المواجهة وفي مرمى نيران المباشرة من قبل إسرائيل؟ يا سيدتي، الحق يحتاج إلى قوة تحميه، وأنا أقول دائما تطبيق القانون الدولي يعتمد على القوة والقدرة في العلاقات الدولية. أضف إلى ذلك هذا النظام العالمي والمجتمع الدولي يبدو أنه يعني سقط في امتحان القيم والأخلاق، ويعني في امتحان القيم والأخلاق وفي مسار دور هذه المؤسسات العالمية. أعتقد أن الولايات المتحدة أفشلت النظام العالمي وأحبطته، ويعني جعلت المؤسسات الدولية غير قادرة على اتخاذ قرارات فاعلة حسب ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قوانين وقواعد آمرة من قواعد القانون الدولي. إذا نحن أمام مرحلة متغيرة انتقالية في سياق التوازنات العالمية والإقليمية. هذا كله ينبئ يعني ويشي أن الغرب يعني عندما يتوجه باتجاه دعم أوكرانيا والتدخل المباشر وإعطاء أوكرانيا أسلحة تستهدف العمق الروسي، أضف إلى ذلك النزاع في بحر الصين الجنوبي، إذا يعني نحن أمام مشهد خطير على المستوى العالمي وليس على مستوى المنطقة. يعني إما أن يدخل العالم في حوار ما وتسويات كبرى على مستوى كل يعني ملفات الأمن الدولي والعالمي، وفي قلبها ما يجري الآن في غزة من حرب وفي لبنان كذلك، وأما ندخل في تلك المواجهة الجميع يتحمل يعني تبعات أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة يعني وترقى إلى هذه النذر المتكرسة يوم بعد يوم بحرب شاملة مفتوحة. أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.